طبعا اسف يا اخوان على تقطيع الفيديو قطع معاي. طيب الان شوف شو بدنا نستفيد من العمليه اللي احنا سويناها. ليش احنا بنرسم الفراغ اللي موجود؟ مهم جدا نعرف يا اخوان رسمه الفراغ ماشي بتحدد المحتوى. كيف يعني رسمه الفراغ بتحدد المحتوى؟ يعني على سبيل المثال اذا كان يعني هسه انك نفهم انه وجود الفراغ اللي بيفحص على السياق لازم يكون عارف انه الفراغ هذا شو معناه او شو على ايش بدل. طيب رح نحكيها نقاط وسووها سكرين شوت يا اخوان، رح نحكيها على نقاط تمام. الان واحد في واحد الفراغ يعني متر في متر فراغ يساوي قبر تمام. اثنين شو ايش احنا بنمشي في 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 الفراغ او شو الوضع الفراغ او شو ايش بدل الفراغ. طيب الان بنحكي على اثنين في اثنين الفراغ يساوي اثنين في اثنين الفراغ يساوي قبر او اكثر. يعني اثنين باثنين قبرين، ممكن يكونوا قبرين. على سبيل المثال احنا ممكن يكون واحد في اثنين، ممكن يكون اثنين في اربعة ماشي. الان ثلاث على سبيل المثال ثلاثة في ثلاثة الفراغ يساوي مغارة تمام. ما زال عن ثلاثة في ثلاثة يعني اربعة، مثلا عشرة لحد مثلا خلينا نحكي عشرة في عشرة تمام. الفراغ يساوي مغارة تمام. طب إذا كان الشكل مختلف، إذا كان الشكل مختلف يعني على سبيل المثال هاي هون نحط خمسة، على سبيل المثال ثلاثة في عشرة، إن شاء الله أشوف هاي واضحة. ثلاثة في عشرة تمام. على سبيل المثال ثلاثة في عشرة الفراغ يساوي مدفن. الآن اختلف معي الحكي، ثلاثة في عشرة مثلا يساوي مدفن، يعني أجا بالشكل المستطيل تمام. الشكل المستطيل على إيش بدل؟ بدل على وجود مدفن. كيف القبور راح تيجي بهاي الشكل هذا تمام، يعني راح يكون في عندي قبور بهذا الشكل، هون في قبور وهون في قبور تمام. يعني راح يكون في عندنا قبور من هون وقبور من هون. مهم جدا نعرف شكل الفراغ الداخلي ماشي. الان في حاله انه الفراغ، طبعا سوينا سكرين شوت على هاي عشان تعرفوا الوضع شو هو. في حاله انه الفراغ كان بهذا الشكل تمام، على سبيل المثال احنا طبعا هذا كله على التخيط، يعني شغل التخيط اللي احنا بنشتغله هو اللي بيحدد لنا شكل الفراغ. اذا كان الفراغ بهذا الشكل يا اخوان فهي مغاره سكنية، مغارة سكنية ماشي. على سبيل المثال كان الشكل تمام بهذا الشكل، كان الشكل بهيك مثلا ماشي. فهون راح نحكي إما مدفن أو مغارة سكنية تمام. يعني احنا الفراغ اللي احنا بنفحصه وقاعدين بنعرف عمليه التخيط اللي بنخيطها هاي، بنعرف شو في عندنا يا اخوان. الان اذا اجينا على منطقه فيها حضاره رومانيه، طبعا احنا هسه الشرح مفصل عشان ما حدش يجي يقول لي معلش على طول الفيديو، لكن هو شرح مفصل يا اخوان تمام. اذا اجينا على حضاره رومانيه ماشي، وانا جيت قلتها قبل هالمره، اذا بدي ادخل على منطقه معينه ماشي لازم اعرف شو الحضاره اللي موجوده هناك، وإذا كان في عندي مغر مفتوحة عشان أقدر أعرف شو عمق اللي ممكن أنا أشتغل عليه. يعني دخلت على مكان لقيت فيه مغارة مفتوحة، طلعت على المغارة هاي لقيت إنه الصفاه للبوابة ماشي، الصفاه للبوابة مثلا 2 متر، إذا بعرف إنه أنا شغلي راح يكون بعد 2 متر. على 3 متر بعرف إنه شغلي راح يكون، إذا كانت قشرة لحالها بعرف إنه شغلي راح يكون سريع، يعني بدخل على الفراغ بشكل أسرع تمام. لكن الفراغ المسكر عادة الفراغ المسكر بيكون من ثلاثة
فما فوق، خلينا نحكي من ثلاثة فما فوق عشان تلاقوا البوابة، لأنه الشغل المسكر، الشغل المسكر يختلف عن الشغل المفتوح ماشي، لأنه الشغل المفتوح ما كان عندهم الاهتمام، لكن لما إشي سكروه كان عندهم اهتمام أكثر في هذا الإشي فسووه على عمق أكبر. لكن بعطيني بداية المنطقة، خلينا نحكي في بداية المنطقة دخلت عرفت 80% من الموجود، فهمت 80% من الموجود. طيب حكينا الآن، طبعا خذوا سكرين شوت عن الهاي تمام. حكينا الآن في بالنسبة للفراغات، وبالنسبة للفراغ كيف أنا بقدر أحدد إنه موجود قبر أو مغارة أو مدفن أو إلى آخره، كيف بقدر أحدد من الفراغ اللي موجود. طيب عرفنا الفراغ، عرفنا الفراغ، الآن بدنا نشتغل على المعدن. هذا إذا بدنا نشتغلها بالطريقة الاحترافية يا إخوان، يعني ممكن تقعد في المنطقة أكثر من 3 ساعات وأنت تحدد بس في فراغ تمام. إذا بدنا نشتغل بالطريقة الاحترافية، الطريقة اللي مفروض إنه الكل فاهمها هسه، ومفروض إنه تقدروا إنكم تحددوها بالأسياخ النحاسية المجردة البسيطة جدا اللي ما فيها تعقيد وما فيها ثمن غالي مثل الأثمان اللي موجودة في الأجهزة بتوصل ل 30,000، بتوصل ل 40,000، ومن عارف قديش ألف تمام، بتكون غالية جدا. طيب الآن أنا حدد فراغي، أنا راح نخش بالنقطة الثانية المهمة، حدد فراغي كويس. الآن بدي أشتغل أشوف إذا في معدن في هذا الفراغ اللي أنا حددته ماشي أو ما فيه كويس. عندي الفراغ موجود، الآن بأخذ نقطة بعيدة عن الفراغ، خلينا نحكي على الأقل 25 متر بعيدة عن الفراغ تمام. مثلا أخذت هاي النقطة بدي أشتغل عليها بعيدة عن الفراغ 25 متر، استخدمنا السيخ واحد في البداية، يعني بالبداية استخدمنا بس سيخ واحد، الآن راح نستخدم سيخين تمام، واحد فراغ وواحد معدن، راح نستخدم سيخين. ببعد عن النقطة هاي 25 متر، طيب اتجاهي وين راح يكون؟ باتجاه الفراغ ولا بالاتجاه المعاكس؟ يعني بواحد أو اثنين، بعتونا بالتعليقات الجواب. إذا كان واحد ماشي اتجاهي المباشر في إني أحدد معدن فيها أو لا، إذا كان واحد يبعتونا في التعليقات، إذا كان اثنين يبعتونا في التعليقات عشان نشوف شو كيف الفهم تبعكم أو كيف أنتم مستوعبين الفكرة تمام. بيهمنا أن نعرف أنتم بإيش بتفكروا أو لوين واصل معاكم المعلومة أو شو واصلكم من المعلومة نفسها تمام. إذا كان رقم واحد باتجاه المغارة، إذا كان رقم اثنين بأي اتجاه ثاني تمام؟ بعتونا إياها على التعليقات عشان نشوف إيش الوضع معاكم. طيب خلصنا من التعليقات، الآن راح آخذ الاتجاه الصحيح اللي هو رقم اثنين تمام؟ الاتجاه هذا بقدرش أروح بهذا الاتجاه، إذا بروح بهذا الاتجاه تمام انا بدخل في هاله، يعني اذا كان في هنا معدن راح يكون في هالات، اذا بروح بالاتجاه هذا ممكن اعكس معي على هاله، والهاله هاي ممكن تعطيني مثلها مثل المعدن، يعني ما راح يفرق معي السيخ بين الهاله والمعدن. ومهم جدا يا اخوان هاي النقطه مهمه جدا. اذا رحت مباشره باتجاه الهدف ممكن السيخ ما يفرق بين الزجزاج او بين هالة المعدن وبين المعدن، يعني ممكن يعطيني هالة المعدن انها معدن واحد اجي احفر في المكان ما يطلع معي شيء تمام. باخذ عكس الاتجاه عشان انا اتاكد انه هي فيها معدن اصلا او ما فيها معدن، باخذ عكس الاتجاه. الان الاسياخ اللي راح استخدمهم سيخ المعدن وسيخ الفراغ، شو الطريقه اللي بستخدمهم فيها ماشي؟ راح احط نقاط يا اخوان هون. النقطة الأولى هاي هنا سيخ المعدن باليد اليمين، وسيخ هاي اثنين سيخ الفراغ باليد اليسار تمام. ثلاثة المسافة بين السيخين، المسافة بين السيخين 12 سنتيمتر، المسافة بين السيخين 12 سنتيمتر، يعني سيخ معدن وسيخ فراغ،
الآن راح أمسكهم مع بعض بهذا الشكل. دقيقة أورجيك إياها على الكاميرا كيف بهذا الشكل. طبعاً مسكة بس أنا عشان أنا حارف إيدي فمش راح تزبط معي المسكة. راح أعملهم بهذا الشكل. هذا هو الـ 12 سنتي بين السيخين يا أخوان. هاي هي 12 سنتي اللي إحنا بنحكي عنها، تمام؟ فقط لا غير، تمام؟ راح تسألوني ليش؟ ليش؟ الآن عندي سيخين، هذا سيخ أول، تمام؟ وهذا سيخ ثاني. السيخ الأول عليه هالة، هالة النحاس اللي بنحكي عنها، هالة النحاس. السيخ الثاني راح يكون عليه، خلينا نشيل هاي من هون دقيقة، تمام؟ السيخ الأول عليه هالة، السيخ الثاني راح تكون الهالة بهذا الشكل. يعني السيخين اجتمعوا في هالة واحدة كاملة، يعني صار في عندي هالة واحدة لسيخين، يعني صار في عندي تقوية للتردد أو تقوية للباحث اللي احنا بنشتغل عليه. في بحث عندنا هسه راح نشتغل على تقوية التردد. تقوية التردد بتكون على 12 سنتيمتر. الآن إذا بعدتهم عن بعض صار كل واحد فيهم له هالة، وكل واحد صار فيهم له وظيفة وله شغل، لكن لما بقربهم من بعض ماشي بنحكي على تردد واحد، بصير نبحث عن التردد الواحد. طيب إذا حكينا المسافة بين السيخين 12 سنتي، ماشي؟ سيخ المعدن باليد اليمين، سيخ الفراغ باليد اليسار، المسافة بين السيخين 12 سنتي، ماشي؟ وأنا بأكد وبرجع بأكد على المعلومات اللي قاعد بعطيها عشان بالمباشر أو بالأمور هاي ما حدش يجي يسألني إياها مرة ثانية. سووا سكرين شوت لهاي عشان برضو تأخذوا المعلومة وتحفظوها عندكم، برضو هاي بتفيدكم في المستقبل. طيب الآن راح أشتغل على السيخين زي ما حكيت بالاتجاه العكسي للفراغ، بالاتجاه العكسي للفراغ. نيجي نحكي مثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال كان في عندي معدن في الداخل، خلينا بس أشيل هذول، فهمنا احنا المسافة بين الأسياخ. طيب على سبيل المثال في عندي معدن في الداخل، في داخل الفراغ. الآن هو في داخل الفراغ إشارته أقوى من أنه يكون مطموم، يعني إشارته بتكون أقوى. الآن هالة المعدن هاي واحد مثلا، هاي اثنين، الآن طلعت عن الفراغ أنا، هاي ثلاث، هاي أربعة، هاي خمسة. خلينا نرتب بس هون، اخذتوا سكرين شوت ان شاء الله، ان شاء الله كلكم اخذتوا. ما اخذ حد ما اخذتوش سكرين شوت تقدروا ترجعوا كمان مره للفيديو نفسه، ترجعوا تاخذوا سكرين شوت عشان تفهموا الطبخه شو هي، تمام؟ الان في عندي كمان هاله وكمان هاله وكمان هاله وكمان هاله وكمان هاله لحد ما اوصل لابعد مكان ممكن القط فيه الهاله. طيب الان انا بلشت بهذا الاتجاه، اخذت الاتجاه وبلشت فيه، بلشت بالاتجاه المعاكس. الآن شو راح يسوي معاي الاتجاه اللي أنا اشتغلته؟ هاي النقطة اللي راح أبدأ منها من هون، ماشي؟ راح أمسك السيخين، حكينا إحنا البعد بيناتهم 12 سنتي، راح أمشي بالاتجاه هذا، تمام؟ الآن راح يلقط معاي الهالة، راح يمسك معاي الهالة، الهالة راح يمسكها، ماشي؟ في بداية الفحص تبعي الهالة راح يمسكها، راح تأخذ معاي النقطة هاي، تمام؟ السيخ راح يعكسني للهالة الثانية، للنقطة الثانية، ماشي؟ راح يجيبني بهذا الاتجاه للنقطة هاي، راح يعكس معي السيخ بهذا الاتجاه للنقطة هاي، ماشي؟ وكل ما مشيت بالسيخ راح يعكسني للنقطة اللي بعدها، تمام؟ عبال ما أوصل النقطة هاي وعبال ما أوصل النقطة هاي، يعني هيك هيك. هذا هو الزجزاج يا إخوان. الهاي ليش إحنا بنحكي زجزاج؟ هذا هو اللي هو انا امسك الهاله واشتغل على الهاله، وين ما توديني توديني، ماشي؟ ما بتفرقش اليوم ودتني على الفراغ هذا او ودتني على شيء جنب الفراغ، ما عندناش مشكله يا اخوان. انا بالنسبه لي محدد الفراغ، تمام؟ طبعا تحديد البوابه وتحديد العمق هسه راح نحكي فيه بس نخلص هذا الموضوع، ماشي؟ اذا اخذت الزجزاج حددته، ماشي؟ على سبيل المثال كيف بنعرف احنا قوة المعدن؟ إذا كان معدن قوي أو مش قوي، أو إذا كان عثماني، إذا كان روماني، إذا كان أي معدن موجود، كيف احنا بنعرف الشغل تبعه أو إنه قريب أو إنه بعيد أو إلى آخره، أو بنعرف أهمية المعدن الموجود، تمام؟ إذا الزجزاج الأول مثلا على سبيل المثال أعطاني 10 خطوات، هاي 10 خطوات،
تمام؟ من هون من النقطة هاي للزجزاج، بعدين رجع أعطاني كمان 10 خطوات. ماشي؟ بعدين نزل من 10 خطوات لثمان خطوات لثمانية. ماشي؟ بعدين نزل من 8 لستة. بعدين نزل من 6 لأربعة. ماشي؟ على سبيل المثال احنا. نزول عدد الخطوات من هالة لهالة هو بعطيك قيمة المعدل الموجود وبعطيك انه هذا المعدل مهم. كويس؟ نزل هون مثلا من 4 لاثنين لتحديد 1 متر. كويس؟ كل ما كان خلينا نحكي 10 خطوات، 10 خطوات 8 6 4 2 1 ماشي؟ إذا صار معي عندي معدن مهم. الآن إذا اشتغلت عليه مثلا 10 خطوات ب 10 خطوات ب 10 خطوات ب 10 خطوات ب 10 خطوات بعرف إنه المعدن هذا يا إما عميق، يا إما عميق المعدن، يا إما هذا المعدن اللي أنا نازل عليه يا إما أول شيء إنه عميق، يا إما عليه كمخة أو عليه اللي نحن نيجي بنحكي عنها الصدى ماشي تبع الذهب. صدى الذهب بسموه اللي هو الكمخة يا إخوان، تمام؟ صدى الذهب بسموه الكمخة اللي هو الوسخ، بيجي أسود على الذهب، بيجي اللون تبعه أسود. دقيقة ماشي، بيجي لونه أسود، يعني الذهب نفسه لما يطلع بيطلعش بالمع، بيطلع أسود. هذا اللي بفسر لنا إنه 10 خطوات 10 خطوات 10 خطوات، بضلوا 10 خطوات لحد ما يوصل قبل نقطة الصفر بشوي، بصير عندك تناقص. المعدن المهم اللي هو 10 خطوات ب 10 ب 8 ب 6 ب 4، يعني صار في تقارب بالهالات، يعني الهالة تبعته قوية. ماشي؟ يعني الدائرة، يعني خلينا نعتبر هون عندي معدن، تمام؟ الهالة لما بتكون بهذا الشكل يا اخوان، تمام؟ مهم قوي. الآن عندي معدن ثاني لكن الهالة تبعته عندي هيك جاية. ماشي؟ هذا بيكون هالته أضعف. بيكون هالته يعني مثل ما حكينا اليهودي اللي عليه كمخة كثير، أو الروماني القديم جدا اللي عليه كمخة كثير وعليه وسخ وعليه إلى آخره. طيب حددت هسه، حددت نقطة صفر، مشيت الزجزاج اللي حكينا عنه، حددت نقطة صفر، تمام؟ وانتهيت من تحديد نقطة الصفر. هسه شو بجي بسوي؟ طبعا الفيديو طويل معلش، لكن في معلومات مهمة جدا. ماشي، يا ريت انكم تحاولوا قلم وورقة او تكتبوا هالمعلومات هاي. ماشي، مهمة جدا، انا بتعب حالي عشان افهمكم السلافة، لانه بجينا على التعليقات كثير انه شو طريقة تحديد العمق او طريقة تحديد المعدن او طريقة تحديد الفراغ بالشكل الصحيح. انا بعطيكم اياها هسه بالشكل الصحيح عشان تفهموها وتركزوا فيها وتعرفوا ايش الماهية اللي بنشتغل عليها. طيب طبعا حكينا في الزجزاج، خلصنا منه، حددنا نقطة صفر. الآن في عندي نقطة صفر، حلو؟ وصلت لعندها بالزجزاج، أعطاني متر متر في متر، وهذا مهم جدا، هاي واحد متر ضرب واحد متر، مهم جدا إني آخذ المتر في متر. ماشي؟ اللي هي نهاية الزجزاج. الآن شو باجي بسوي؟ أعطاني هنا واحد متر في واحد متر، شو باجي بسوي يا إخوان؟ بخليه على يميني، يعني بخلي هذا على يميني، وباخذ السيخين مع بعض بنفس الشكل اللي احنا اشتغلنا عليه اللي هو 12 سنتي الفرق البعد بين السيخين، تمام؟ مهم جدا هذا الحكي، تمام؟ 12 سنتي البعد بين الثنتين، وبروح بالاتجاه هذا، بخلي المعدن على يميني، بروح بالاتجاه هذا. اذا انا محدد بالطريقه الصحيحه من البدايه، محدد المعدن بالزقزاق بالطريقه الصحيحه ومشتغل عليه بالطريقه الصحيحه، السيخ راح يعمل معي كالاتي يا اخوان، تمام؟ كلياتنا بنشوف الفيديو. طبعا هذا السيخين جنب بعض هيك، تمام؟ السيخ شو راح يعمل معي؟ المعدن على يميني، شو السيخ راح يعمل؟ راح يعمل معي بهذا الشكل، سيخ دغري الشمال دغري، راح يضله دغري الشمال، والسيخ اليمين راح ياخذ معي بهذا الاتجاه، تمام؟ يعني السيخ واحد بهذا الاتجاه والسيخ الثاني بهذا الاتجاه. سيخ المعدن هنا، هاي المعدن، هذا الفراغ. كويس؟ باخذ اول اتجاه هيك، اعطاني الاتجاه هذا، بروح بالاتجاه هيك. ماشي؟ راح يعطيني نفس العمليه باتجاه المعدن. ماشي؟ باخذ اتجاه هذا، راح يعطيني نفس العمليه هيك، راح باخذ الاتجاه هذا، اعطيني نفس العمليه هيك. اذا ربعت المنطقه، هاي بسموها هم التربيعه للمعدن، ربعت المنطقه، انهيت موضوع المعدن بالطريقه الصحيحه، وانهيت موضوع كل الشغل اللي بشتغل عليه. تمام؟ عرفت؟ حددت معدن هنا. معدن 100%. كويس؟ طبعا هذا كله ما بزبط، يعني بجيش افحص
مثلا بجيش بفحص منطقه، خلينا نحكي ميدانيا مثلا، بجيش بفحص منطقه زي ما بتشوفوا في الفيديوهات. في الفيديو انا بعطيكم بس خلاصه يعني، تمام؟ لكن هذا الفحص باحترافيه، الشغل هذا باحترافيه يا اخوان، تمام؟ بدكم تشتغلوا عليه بالطريقه هاي، هي الاحترافيه في الموضوع الاسياخ، ماشي؟ مش كل واحد مسك الاسياخ وقال انا بدي افحص، ماشي، وفحص وطلع، ماشي، طلع نقطة الصفر بالطريقة الصحيحة. بيجيني كثير ناس بقول لك أنا استخدمت الأسياخ لكن نقطة الصفر مش ظابطة معي، تمام؟ بيجي بقول له أنت ما فحصتش صح، بيجي بقول لك لا أنا فحصت صح، لا أنت ما فحصتش صح، أنا فحصت صح إلى آخره، تمام؟ بخلينا نطقع مشوار على إربد، ماشي، 100 كيلو عشان نشوف هو اشتغل صح ولا ما اشتغلش صح، تمام يا إخوان؟ ضروري المعلومات اللي نحطها اعملوا عليها سكرين شوت يا إخوان عشان تكون مرجعية لكم ترجعوا لها في أي لحظة بدكم إياها، والفيديو موجود يعني. مجرد ما ينزل يا اخوان هو صار مثبت على الانترنت ارشيف للجميع. طيب حددت الفراغ، حددت المعدن، شو ضاير عليك؟ طيب اللي ضاير علي يا اخوان، خلصنا طبعا من هاي، صار عندي تحديدين، حددت فراغ، حددت معدن. الفراغ طبعا عرفت شو هو، ماشي، عشان الوضع يكون صحيح. اذا اخذنا عندنا فراغ، اخذنا عندنا معدن. طيب بدي احدد عمق المعدن، بدي احدد عمق المعدن. نزلنا فيديو احنا قبل فتره يا اخوان بالنسبه لتحديد عمق المعدن، خربطنا فيه شويه طبعا، عذرا يعني سقط سهوا، خربطنا فيه شويه، لكن هسه راح نشتغل على الشغل الصحيح اللي راح يوصلنا لنتيجه. بدي احدد المعدن بالطريقة الصحيحة، وهذا مهم، أهميته نفس أهمية تحديد المعدن، نفس أهمية تحديد الفراغ. طيب على سبيل المثال عندي مغارة، هاي المغارة، تمام، اللي دائما بنحكي إنه إحنا عندنا مغارة، عندي معدن هون في المغارة من الأسفل، كويس؟ طبعا هاي المغارة جاية بشكل سماوي، بشكل سطحي، ماشي؟ يعني انا بقعد هسه انا هيك موجود فوق الارض، كويس؟ الان انا حددت المغاره، في عندي معدن نحطه بالاحمر عشان يبين النقطه اللي احنا بنحكي عنها اللي هي النقطه المعدن. في عندي معدن، عشان اعرف طبعا هذا هيك ما بزبطش، استنوا شوي، استنوا، خلينا نحط بس معدن بدون الفراغ. هاي معدن عندي هون النقطه هاي، تمام؟ بدي احدد المعدن هذا على ايش بده يوديني، او شو العمق تبعه، يعني كيف انا بدي اعرف عمق المعدن هذا داخل الفراغ، او انه كان غير داخل الفراغ، او انه كان مطمور طمر او الى اخره، يعني بدي احدد بس العمق تبعي هذا واشتغل عليه. طبعا مصداقيه العمق يا اخوان نحكيش عنها احنا 100%، مصداقيه العمق بنحكيش عنها 100%، وضروري ما نحكي عنها 100%، لانه العمق بيحدد، اللي بيحدد تبع العمق اللي هو طبيعة الأرض بالشكل الأقصى. يعني طبيعة الأرض إذا كانت صخرية، صخور كبيرة يا إخوان، راح يختلف معانا العمق على الأقل مترين زائد مترين ناقص، لكن إذا كانت مثلا حور، ماشي، العمق راح يعطينا تقريبا متر زائد متر ناقص. يعني إذا جيت قلت لواحد مثلا العمق عندك 10 متر مثلا، فهو يتوقع يا إما 11-12 يا إما 8 أو 7-9-8، تمام؟ يعني زائد 2 متر، ماشي، بزيد او بقل 2 متر او متر متر. ما بنقدرش نقول انه هاي والله دقيقه مليون بالمية، لا، ما بنقدرش نحكي هيك. طيب تحديد العمق، عندنا نقطة اللي هي الهدف اللي احنا بنشتغل عليه، هذا هو الهدف، ماشي. الآن بدنا نحدد عمق الهدف، وكيف بدنا نعرف عمق الهدف. حكينا احنا في موضوع الهالات اللي بتخرج من المعدن هي بالشكل الدائري، خلينا نشتغل عليها على الاحمر، تمام. الهاله الاولى، الهاله الثانيه، خلينا نكبر الهالات شوي عشان التوضيح تبع الشرح، نكبر الهالات شوي، تمام. عندي الهاله الاولى، الهاله الثانيه، تمام، الهاله الثالثه، فما زاد هو صحيح. طيب عشان اعرف العمق، وركزوا فيها هاي، ورجاء ركزوا فيها بالطريقة الصحيحة، احنا راح نكتبها كتابة هسه، لكن تحديد العمق هذا هو. برجع من
نقطة الصفر اللي أنا حددتها عن طريق التربيعة اللي ربعتها وخلصت الأمور تبعتي، برجع من هون إلى الخلف 25 متر إلى الخلف، يعني بهذا الاتجاه 25 متر. تمام؟ يعني مثلا بدك تعطيني النقطة، النقطة على سبيل المثال هاي هي. ماشي؟ النقطة اللي بدي أبلش منها اللي هي هون، أشوفها على الكاميرا مضبوطة مبينة. ماشي؟ برجع 25 متر لورا يا أخوان. مسكة السيخ. الطريقة الأولى. واحد. السيخ مش 90 درجة. السيخ 45 درجة. تمام؟ الطريقة الثانية راح نشتغل عليها اللي هي 75 درجة. الطريقة الثالثة اللي هي 90 درجة. لكن أي سيخ اللي راح أشتغل عليه؟ سيخ الفراغ فقط. راح أشتغل على سيخ الفراغ فقط لا غير. راح تيجي تسألوني هسا تقول لي طب سيخ الفراغ ليش بدك تشتغل عليه؟ طب أنت خلصت الفراغ والأمور هاي، طب ليش بدك تشتغل على سيخ الفراغ مش راح تشتغل على سيخ المعدن؟ بما أنك أنت بدك تحدد عمق المعدن. تمام. راح أقول لكم أنتوا صح 100% وأنا الغلط. لا. راح ارجع اعكس اقول لكم انا اللي صح وانتم اللي غلط. تمام. الان السيخ اللي بشتغل عليه هو سيخ الفراغ. ليش؟ لانه بشتغل على الهالات، ما بشتغل على نقطه الصفر يا اخوان. الان بشتغل على الهالات فقط، الهاله المهمه عندي مش نقطه الصفر. نقطه الصفر انا محددها هون خلاص انتهى. تمام. الان بشتغل على الهالات، ومهم نعرف انه الشغل على الهالات لازم التردد، لان تردد الهاله اكبر من تردد نقطه الصفر، فلازم اشتغل على سيخ اطول. تمام. ما بشتغل على سيخ اصغر، لانه السيخ الاصغر راح يضل ماشي معي لنقطه الصفر تعكس معي. ماشي؟ ليش؟ لانه تردده اقل، فباخذ التردد الاكبر عشان اشتغل عليه، عشان ادور على الهالات مش الحكي هذا. طبعا شو يعني 45؟ شو يعني 75؟ شو يعني 90؟ مسكه السيخ هاي هي اللي احنا بنعرفها كلياتنا 90 درجة. الآن هاي 75 درجة ايدي اللي بنزلها مش السيخ، يعني مش بترك السيخ هيك، لا يا اخوان ضروري نعرفها. ايدي اللي بطعجها. ماشي؟ هاي 75، الآن ايدي بطعجها هاي 45، لكن حركة السيخ لساتها زي ما هي ولساتها حرة. ماشي؟ وما فيها لا فورس لا شيء قابض عليها ماسك عليها ولا اي شيء من هالحكي هذا. اذا عندي 90 درجة، 75 درجة، 45 درجة ايدي اللي بتتحرك. طيب ببلش بالنقطة الأولى اللي هي 45 درجة. النقطة الأولى ببلش فيها 45 درجة. هسا عندي 1 1 2 3. تمام. على 45 درجة هاي الهالة ما راح تبين معي، ولا هاي الهالة ولا هاي الهالة. ماشي؟ ببلش مثلا باتجاه نقطة الصفر، باتجاهها ال 45 درجة اللي أنا عاملها اللي هي هيك 45 درجة تمسك معاي أول هالة هاي. كيف بتمسك معاي؟ تمام. حركة السيخ البسيطة هاي هي بس هيك يعني شايفينها كيف؟ يعني حركة بسيطة فقط، يعني هيك بس بتعطيك هاي الحركة. شو باجي بسوي؟ بحط خط هون، بحط علامة. ماشي؟ برجع من هون 2 او خلينا نحكي 1 متر، برجع للخلف 1 متر. ماشي؟ وبرفع السيخ، ما كنا ب 45 درجة، الآن برفع السيخ 75 درجة. تمام؟ وبكمل بالاتجاه هذا. الآن بس أوصل هاي الهالة هون، ماشي؟ راح يعطيني حركة. أول مرة أعطاني نبضة بسيطة، الآن راح يعطيني حركة باتجاه عكس عقارب الساعة أو مع عقارب الساعة، لكن هي بعكس عقارب الساعة أكثر، يعني بتعطيكوا أكثر عكس عقارب الساعة. راح تعطيني تقريبا 10 سنتي أو أكثر شوي، 10 سنتي. تمام. باجي بحدد النقطة هاي كويس، لأن صار في عندي نقطتين. الآن برفع السيخ برفعه 90 درجة، برجع من هنا متر، 1 متر، وبروح بالاتجاه هذا. ماشي؟ وانا رافع 90 درجه راح يسكر معي تسكيره كامله اللي هي هاي التسكيره اللي راح يسكرها معي، مش تسكيره كامله لاخر الايد، لا راح يسكر معي بهاي الطريقه. تمام. يعني وانا بفحص بكون هيك دغري، بعدين بفحص بسكر معي بهاي الطريقه، يا اما مع عقارب الساعه يا اما مع عقارب الساعه بغض النظر.
الان راح احط علامة هون، راح يصير في عندي الثلاث هالات المهمة عندي، مش مهم عندي هذول الهالات بالمرة. طيب امحيهم عشان اكتب المعلومات خلفهم، ماشي. لكن 25 متر ليش احنا اخترنا 25 متر؟ على اساس انه اذا في عندي اي هالة، ماشي، ممكن يكون المعدن خلينا نحكي عميق. الان اذا عميق راح استخدم اكبر، يعني راح يكون المسافة من هون اكبر، اذا قريب راح يكون المسافة من هون اصغر. طيب خلينا نحكي هسه بالشيء العلمي، خلينا نحكي بتحديد الفرق. الان بقيس المسافه بين هاي الهاله وبين هاي الهاله. على سبيل المثال على سبيل المثال بين هاي الهاله وهاي الهاله طلع معي 3 متر، تمام. وهنا التصحيح، لانه في الفيديو الاخير ما صححنا صحيح، يعني ما كان شغلنا صحيح، كان في اشي خربطه، لكن هنا راح اعطيكم هسه الشغل الصح مليون بالمية، ماشي. الان اعتمدوا هاي المعلومات اعتماد كامل، كويس. الان بين هاي الهاله وهاي الهاله طلع عندي 3 متر، وبين هاي الهاله وهاي الهاله طلع عندي 3 متر. اذا 3 زائد 3 ماشي يساوي 6 متر. لكن إذا هاي من هون لنقطة الصفر طلعت 3 متر، ماشي، فأنا شغلي صحيح مليون بالمية. إذا طلعت هاي النقطة 2 متر شغلي كله غلط، ترجع عيده من أول جديد، تمام. إذا كانت الهالات متساوية، الأبعاد بين الهالات متساوية، نفس البعد بين هاي الهالة وهاي الهالة 3 متر، لازم يطلع بين الهالة الأخيرة ونقطة الصفر لازم يكون 3 متر مش أقل ولا أكثر، تمام. هنا بصير في خطأ في الشغل اللي قاعد بشتغله. إذا 3 متر 3 متر يساوي 3 متر، ماشي. المعلومة الأولى اللي بنحكي عنها، المعلومة الأولى اللي هي 3 متر زائد 3 متر